كان كانوا كلهم طينة في طينة كلهم. بنينا هذا في نص الأرض الجديدة هذه وبنى فيها من 15 سنة إلا ما بنيني. الشباب كانوا يسووا يعملوا الحجار هذه اللي شايفها أنت الطينة هذه في القوالب مخصوصيات يعني العمل. نقول لهم اعملوا اجبلوا الطينة بإيديكم ورجليكم وحطوها بالقوالب وحطوها بالشمس لما تنشل ترفعوها بتعود ترجعوا كمان مرة تسووا كمان قوالب تقعد الأسبوع زمان 10 أيام وبعدين يبلشوا يقوموا على شقة تانية ويعودوا يسووا حجار كمان مرة. كانوا يسوون بالعرض وبالطول في البناء هيك عرض اثنين وهيك عرض اثنين برضو بالعرض وبالطول يسووهم. لما بنوا التشكيلة هذه في كانوا يليسوهم يليسوا الدور من جوا بالحجار ما ليسناهم مش خلاهم هذاك بقول لك بدي اياه منظر يكون هيك الداير اللي تحت حجار بطول من خوف ما تسرب المي يعني من برا من السيل وبعدين بلشوا يبنوا فيها. هذا كل سنة بيجيب له الطين وبليسوه من خوف ما يترمم يعني بصير عنده جديد يعني طين جديدة على ظهره على ظهره مش جوا من خوف ما يدلف والله ما هو في مدلف. الصيف براد لا بعوز هواية حتى ولا حاجة وفي الشتاء برضه دافي والله بتمنى طول النهار قاعدة أنا هنا في الأرض هذه. والدهريات حتى كمان بدي أقيل بأجع صحالة على الهدو بأنام يعني ما فيش مغير شرحات فيش اللي أنا بفوت يعني.